نتيجة إيجابية في المباراة رغم صعوبة المباراة، ونشكر الطاقم الفني ونشكر المدربين اللي وضعوا فيا ثقة وخلاني الحمد لله نحقق نتيجة إيجابية اليوم في المباراة، ونشكر جميع الجماهير لحضور المباراة، وإن شاء الله نواصلوا القادم إن شاء الله ونحققوا نتيجة مليحة إن شاء الله، وربما لا على الصعود إن شاء الله القسم الأول ما كانش صعوبة كبيرة. تلقينا اليوم مباراة شوية صعيبة مع اتحاد عنابة، والحمد لله كانت نتيجة مليحة اليوم في المباراة. السلام عليكم، نشكر فريق عين مليلة، رائد عين مليلة على الاستقبال. كانت مباراة جد رائعة صحة من الفوز، إن شاء الله العودة نريكيبيري وإن شاء الله نعوضوا فيها. مقابلة اليوم هي ثالث مقابلة لنا في إطار بطولة القسم الوطني الثاني لكرة القدم داخل القاعات. حقيقة لعبنا ضد فريق اللي ما نعرفوش وما عندناش معلومات كافية عليه. دخلنا الدقائق الأولى حاولنا نلعبوا لابريدونس الحذر. بعدها عرفنا طريقة اللعب تاع الفريق عنابة اللي كان حقيقة عنده لاعبين عندهم إمكانيات خاصة من الجانب التقني. التحضير الذهني للاعبين كان حاضر، هو اللي خلق الفارق، وين سجلنا زوج أهداف في الدقائق الأخيرة، أي حوالي بقى دقيقتين سجلنا زوج أهداف وعدنا في النتيجة لأن كنا متخلفين 2-1. نشكر اللاعبين، نشكر الطاقم الفني، نشكر الطاقم الطبي، نشكر الجمهور اللي كان حاضر وسندنا. بداية موفقة، لعبنا 3 مقابلات انتصرنا في 2، إن شاء الله قادم المقابلة إن شاء الله راح نقدموا مستوى أفضل. مباراة البرمجة حلم تكون في صالحنا لأنه لعبنا ماتش كأس الجمهورية يوم الثلاثاء أمام سكيكدا ولم نوفق في تحقيق التأهل، ما أثر علينا شوية نفسيا. نعود المباراة تاع اليوم، المباراة بصراحة دخلنا شوية في التساهل، المنافسة يعني بصراحة ما كانش في المستوى بالنسبة للأندية اللي واجهناها، اللاعبين شوية أثر عليهم الإقصاء تاع الكأس، زيد من الناحية البدنية مازلنا ما وصلناش أنه نخوضوا مباريتين في ظرف أسبوع، بصح الحمد لله اللاعبين بالحرارة والتوجيهات اللي قدمناها لهم طبقوا التعليمات والحمد لله كما نقولوا جابت النتيجة. والحاجة المليحة في هذه المباراة أنه الفوز جاء في الدقائق الأخيرة، سما راح يزيد يمدلنا دفعة معنوية كبيرة للمباريات المقبلة. نشكر اللاعبين، نشكر الجمهور اللي كان حاضر. الحمد لله على الفوز هذا اللي حققناه اليوم في أرض ميداننا، يعني اليوم في عين مليلة، وإن لعبنا ضد منافس عنيد جدا يلعب الفوتسال مليح فريق اتحاد عنابة. أنكيسينا في بيت وين قاليزينا الدوزيام بيت ومركينا الهدف الثالث الثواني الأخيرة، والحمد لله يعني المدربين قاعدين يؤديوا في أداء رائع. الحمد لله الهدفنا يبقى دائما هو التعمق في علم الفوتسال، ومباراة ونلعب مباراة بعد مباراة إن شاء الله. ونشكر الجمهور اليوم اللي عاوننا وطاقم فني وكامل اللاعبين والمدربين، يعطيكم الصحة. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.